واش لا فامي، اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. كندوي بالزربه حيت زربان بزاف. غادي مازال تيزنيت الدراري كيصونيو عليا وتعطلت عليهم. اول حاجه قولوا على السلامه للحسين رجاء، كاين في المحل. وهذه هي الورقه اللي كتكتب لكم، كتكتبوا فيها الاهداف ديالكم وعلقوها في البيت ديالكم باش توليو ديما تشوفوها وتحققوا الاهداف ديالكم ان شاء الله. كندوي بالزربه حيت زربان والله تعطلت على الدراري بزاف. دابا غادي نمشي عند واحد الدري كيجيب سلعه، عنده بوتيكا ديال الحوايج، غنمشي نتقدى عنده شي حوايج هو جابهم وعنده في الدار، مازال ما داهم للمحل. غادي نجيبوا السلعه دغيا او ما هادو خاطر الناس اللي كيقولوا لي ما كديرش فلوج ملي كدير شوبينغ. لا غير الشوبينغ كنديرو انا بالزربه دغيا. الدري كيجيب السلعه كنمشي عندو للدار كنتقداها. هذه البياسه الثانيه ها هي يا شتوها. المهم داكشي طويل هكا، المهم هانتو باغا تشوفوا داكشي من بعد ملي غادي نلبسو. هذه بحال هكا هي ولكن في لون اخر. وهذا تريكو ها هو كما كتشوفوه، تريكو هذا صراحه هو اللي عجبني بزاف. هذا التريكو هذا زويون مديكوري، مهم ستيلي وسامبل في نفس الوقت ديال البرد صوفا. دونك باش ما تعطلش على الدراري غادي خصني دابا نمشي بالزربه نتلاقاو عند الدراري. اوكي باش ما تعطلش، والحسين غادي نشوفوه ملي نجيو من تيزنيت، مابقاتش ليا الوقت باش نوري لكم. حنا عاد وصلنا دابا تيزنيت وعرفتي كاين البرد وجاب الله جاب الله كاين الله. لا فامي حنا دابا عاد وصلنا ديزنيت، دابا غادي نبارطاجي لكم الفلوق، راه هو كيبان لكم في اليوتيوب راه هو في البي سي. غنبارطاجي لكم دابا الفلوق ديال البارحة تفرجوا فيه. اجاري التجاري ها هو امين ياس انا سعادة يا سادة. ودابا غنديروا ديك اللعبة ديال احنا دابا في ساحة المشور، كما معروفة في ديزني يعني ساحة المشور. هاهما الدراري كيتناقشوا على العشاء. هذا عرفني اش غنقول، يلاه سير الكاميرا قال لي قول لهم حنا كنقلبوا فين نتعشاو. وهي هذيك عرفتي الجمله بالضبط هي لا فاصون باش هز الكاميرا صيفط لي عليه الدم كنقلبوا فين نقصوا الناس ديال ديزني. تقول لنا فين غنمشيو نتعشاو كنقلبوا فين الصراحه. هو كل جيش الفيصلي ومورايا بلادي باغي غير نقعد شعري بلادي نقعد شعري عندي مرايا نسيت والله الا بلادي شو هذا عني بهذا ما يعاون لا نكلف قيد شكون اللي تعشى شكون اللي ما تعشاش. تعشيتي انت؟ بصحة وراحة تعشيت، عرفتي قلت واحد بصير ديال التقلية. دابا غادي ناخذ شي حاجة باش نتسناو في المركز ملي غنمونتيو الفلوق. وحنا عاد وصلنا للمركز، تعشينا، طربنا واحد التبصيل، أنا بعدا ضربت واحد التبصيل ديال التقلية وما عاودتش لكم. وغادي نمشي نبارطاجي لكم لا فيديو، كنت باغي نبارطاجي هذيك الساعه ولكن الدراري زربانين ما بغيتش نعطلهم. مشينا حتى تعشينا ورجعت بالزربانه خليتهم هما كيهضروا في تيزنيت ورجعت انا وامين باش نبارطاجي لكم الفلوق. بغيت ندور صراحه نتركي واحد شويه ولكن نتوما هما الاولين. دابا غنلعبوا واحد اللعبه انا وامين، ياك اجا امين هنا غنقول ليه نجمعوا على راس. غنلعبوا واحد اللعبه واحد التحدي غتكونوا كتعرفوه معروف ديال القرعه. خصك تدور القرعه وتبقى واقفه هكا في الارض واللي جابها غيحكم على الاخر ب 20 تراكسيون. 20 ساهله 20 تراكسيون. اوكي ماشي وحده راه 20 20 20 هادو هما مشات نجمع ولا راس نجمع سير بسم الله صياد. اوه تراكسيون زيد واحد عشرين على سلامتك. ترى خوك سبورتي في بلاكسي واخا ما كنديرو السبور. دير تاكسيون دير يلا زيد حيت زيد حبيبي فرق يديك هما هما فرق زيد حسبو واحد اللي خسر غيعمر هاد القرعة حتى الاخر ويشربها. سير غنعمر هاديك انا نعمر هاديك اخويا. لا دقة واحدة عصر الفراعنة دقة واحدة زيد شوف إلا تنفستي غنعاود نعمرها. سير واخا سلام شوف على الماء
السلام عليكم. صافا الدود الحرام انا هذيك النهار كنضحك عليا كنشطح وداك الشيء، واليوم انا غادي نشطح شديت الكاميرا كندير فيها واش لا فامي لاباس عليكم، حنا كاينين في تيزنيت وداك الشيء. المهم جينا باش نشطو تاع الميرة النون، فين كتشوف هنا ولا هنا؟ ما انه سحر جمال المغرب، انها الروعة والأداء. تلقى طرجت معايا الفلوغ ياك، صراحة الواحد عايز شي فلوغ تا هو وي نشر هاد الشيء وكدا. دابا هاد فيصل فلوغ قال لي فيقني فيقني باش نكمل المونتاج، والله إلا مسكين كيتعذب معكم هاد الصوت هذا وحق الله صراحة ياك. وعرفت دابا نزلت ديال الكاميرا دابا وكندير فيها ما بغيت بطل عقل، انا هو اللي كنت كنشطح ديك النهار اللي كنشطح عليه هكا وهداك الشيء. امك يا ما تضرب الشيشه الصباح منك، امك يا ما تضرب الشيشه الصباح منك، امك يا ما جا صافي طوف فيصل جلوب فيصل مسكين فيصل ناس فيصل الناس ديال كوكا يا بالله شكرا باش ناس طريقة باش ناس حبيبة 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 فيصل الله يدعنا يا صلى انا ده السي انا ده السي انا ده صح انا ده صح انا تكمل صح انا تكمل المونتاج ديالي شو صحيح انا تكمل المونتاج انا ده صعيب الربعة الصباح هذه صافي خلينا نشوفو الربعة الصباح صاحبي راه خاصنا نمشيو نتسركلو والله الربعة الصباح انت راه الظلام وداك الشيء تانكيش نوض صاحبي نتكمل المونتاج نوض صاحبي شو زيت الكاميرا دي صاحبي لا شتي ولا ما والو انا هادي جبتو صاحبي والو والو اش شكون قرب هاد الكاميرا ديالي شوف واش لا فامي بارك هاك هاك كمل كمل اضرب عليك فان ديالك اصاحبي اضرب عليك اضرب عليك فان ديالك اصاحبي شو هذي فان اش هذي اش هذي ربعة الصباح مسكين الله يضر ربعة الصباح شوفي عندو صاحبي نوض تخدم تخدم اصاحبي كمل المونتاج شوف يوتيوب وداك الشيء وداك اللعيبه شوف حاجه معاه ديال التخربيق اسيدي بغيت نعرف واحد الحاجه علاش ديما ملي كدير المونتاج كدير ضمان عصير كدير لهم اشهار ولا شنو كيف صاحبي في قيمه جوج ماشي مع اربعه هادي يا صاحبي ما تخدم ايوا هكا كيدير ماشي واش واحد العين غمض واحد العين محدوده هكا كيدير هكا كيدير الله يلا مازال الله الصايرين شادين في بنادم وداك الشيء شغادير الواتساب وداك الشيء ايوا هكا صاحبي كمل كمل لا 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 اش بغى عندنا هذا اش بغى عندنا في يقني من الناس هو صراحه انا اللي قلت ليه هو الناس واش شويه نرتاح وفي يقني مع ديك الجوج باش نكمل المونتاج حيت بديت في المونتاج هو المونتاج ديال هاد الفلوك فاش كتفرجوا داك الشيء اللي ديجا صورت باش نكمل المونتاج كنت في يقني مع جوج وفي يقني مع ربعة الصباح ماشي شو ما علي وهاد مازال ما نعسو امين امين ديال الكاسك اش كتسنى علاش مازال ما نستي انا نشوف الفيلم هذا امين كيتفرج في الفيلم سهران حيت كيتفرج في الفيلم انا عسى مسقط الوالدي الناس ما كنتسنى نطمئن عليه نطمئن عليا شوف 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 بعدا وصلت ديك اللقطه فاش كندير التشالنج اللي وصلت فيها سير فسميتو في المونتاج سلم عليا هي انا كنخلي هذيك الساعه نكمل المونتاج ونقرا لي كومونتير ديالكم باش نشوف السوجي اللي حطيتو ليا السوجي اللي تعاود بزاف وندويو عليه باش نساليو الفيلم بيس واحد سولني قال لي عادل اسفي قال لي ممكن تهضر لنا اخاي فيصل على مجالات العمل عبر الانترنت وتكلم لنا شويه على الدومين ديالك المهم هادو جوج مجالات جوج ديال المواضيع وجبت معايا حمزه وهذا هو اللي فيقني هذا عندك شني صراحه اش بغيتي عندي ولكن مزيان اللي فيقني باش نكمل نكمل دابا اللي فيه كنصهروا داك الشيء اللي كاين شفتوا باش يهضر على هذا الدومين هذا اللي خبرته خبره كاعلامي نقدروا نقولوا على المنشط ويب بدا السؤال لينا السؤال الاول تكلم على مجالات العمل عبر
انترنت واخا هو صراحه الدري ما حددش بالضبط. هذا سؤال عام يعني شحال واحد فينا ما عارفش كيفاش شنو خاصو يدير في الويب، يعني شحال واحد فينا عنده افكار مشتته كثير وكبيره. انا مثلا كنضرب الفلوس من انطلاقا من المواقع الالكترونيه، يعني مثلا عندي واحد ربعه المواقع الالكترونيه، عندي دي باج فيسبوك بحال هكا، يعني كنحاول ما يمكن اني نوزع عليهم اعلانات، سواء كانت ادسنس سواء كانت من شركه ريكلام واحد الشركه تركيه كتعطيك جوج ديال لي بلاتفورم ريكلام، يعني بحال شكل لي بانر بحال ادسنس، وكتعطيك البلاتفورم الثانيه اللي هي فيديو مانيا، يعني اللي هي كيمكن لك انك مثلا ملي كتدخل هبه بريس ولا شي موقع بحال هكا كتلقى واحد الفيديو خصك تجتاز الاعلان عاد تفرج في الفيديو. هذه واحد الشركه احسن من اليوتيوب بزاف صراحه اللي كنخدموا بها حنايا، وتقدر تدخل لك العقليه زوينه صراحه. خصكم اتجاه واحد، انا مثلا صحفي اعلامي كنتاج في مجال الاعلام، يمكنش لي ندير هذه ولا ندير، يمكنش لي ندير فلوغ بحال فيصل، يمكنش لي هكذا. انا منتج في واحد الاتجاه، حيت اهم حاجه نتوما كتكونوا مشتتين بزاف، ما كتعرفش شنو كدير. يعني هذيك هي يلا بغيت نقولها، دابا بنادم كيشوف شي حد ناجح في شي حاجه وكيبغي يدير ديك الحاجه، تقدر انت ما تنجحش فيها، خص دير داك الشيء اللي انت كتبغيه وعارف راسك غتعطي فيه. ماشي ما يمكنش دابا دير فلوغر حيت فيصل فوكس. فوالا انا عطينا وجهك. دابا شحال واحد كيبقى يصيفط لي ميساج، والله العظيم كيصيفط لي ميساج كيقولوا لي حيت زعما كنبقى نضحك مره في لي فلوغ، يقول لي علاش ما ديرش البودكاست؟ راه انا نقدر نكون كنضحك في لي فلوغ، ولكن انا ما نقدرش نضحك في البودكاست. نمشي ندير دابا بودكاست، نحط كاميرا بلاصيها ومبين ندير البودكاست، ما نقدر ما تكونش عندي ديك الفكاهه ديال البودكاست. البودكاست راه افكار ابداع شحال من حاجه. احسن واحد في الويب في امريكا هو فلوغر، التسجيل السمعي ديالو كيسيني ستار كي باقي لا احسن شحال ديال العقل يا صاحبي. ودابا حبس لي فلوغ وراه عرفتي احسن واحد، باش تعرفوا الفلوغ راه ماشي شي حاجه هي سهله حتى هي، باش نكونوا متفاهمين. راه كاين بعد ما كتكون هز الكاميرا كيجي عندك بويس يقول لك فين اش كتصور، حيت انت راسك ما مصبرش ماشي نصراني. والله الا ما كون بصح كاينه والله العظيم، يعني كاين شحال الحوايج هزت لك الكاميرا ما عندكش حق التصوير، رخصه التصوير، شحال الحوايج. يعني لا يلاه، وخاص تكون عندك الثقه في النفس، اهم حاجه تكون صنطيحة ديال بصح. المهم علاش مغاربة ما تيعاونوش بعضياتهم في أي مجال، كيما كان ديما مخبيين السر بيناتهم؟ هذا حمزة هو اللي غيجاوب. عرفت كيفاش غادي نجاوب على هذا السؤال الصراحة؟ جاوب. أنا نقول لكم صراحة، أنا حمزة عرفتو عنده ما يقول في هذا الموضوع بالذات. علاش عرفتي المشكلة هذا السؤال هذا؟ حق الله أنا من أول الناس أولا من الناس الأوائل اللي كيبغيو يبارطاجيو المعلومة، انطلاقا من الناس اللي كنجيبهم وكنستضيفهم عندي في الراديو. يعني كنقول بحال مثلا جا عندي ايدي حيا، واحد الحلقه كانت دارت بوم البوز ديال ايدي حيا وديال نبيل، كانوا بجوج وكانوا كيبارطاجيو. وقع ليا مشكل انه جاوني دي ميساج كيقول لك علاش كتبارطاجي المعلوم، علاش كدير هذا الشيء، انت راه كتكثر علينا بنادم وكذا، والامور هذه كامله اش بغيتي عندنا، حنا في الريسكين راه خدامين على حنا خدامين بوحدنا، والامور هذه كامله. يعني كاين واحد كيدير واخا الريسكين فيه بعض المخالفات والامور هذه كامله، كاين واحد كيبغي يدير شي حاجه، وداك نبيل مسكين راه واحد الاكاديمي وبغى يوري كل شيء. ملي شفنا بيه هكاك يعني بداو عليه لي سينيال وكذا، صدق تسدوا لي كونتا هو والامور هذه كامله، خسر فلوس بزاف، سدوا السيد صدق نبيل المحايلي يعني صدق سد كل شيء، قال لهم صافي بلاش انا كاع نهضر البارطاج هذا، انا البارطاج على حقيقته وعلى اصوله غتلقاوه في لي فوروم ديال لي زونغلي ديال لي زاميريكان ديال دخلوا للديب ويب وتشوفوا البارطاج كيفاش داير. امين رغيب جا صور مع واحد السيد في تروينانت، والبارح كيضرب 50 مليون في الشهر، ما بغاش يبان، ولكن قنعوا امين غادي تشوفوا الارجيفو الفيديو غادي يديرها امين رغيب، غادي يلوح عنده وسولوا امين رغيب، راك صور امين رغيب جاب الطوموبيل ديالو من مراكش ومشى لتروداند وصور مع داك السيد. علاش؟ حيت واحد السيد كاين في واحد البلاصه في تروداند كيضرب 50 مليون في التريدينغ، فعندو لي زاستيس ديال التريدينغ، 50 مليون في الشهر في تروداند، ماعرفتش على شكل. الناس اللي ما كيبغوش يخدموا مقابل فيسبوك ومقابل كذا. هادشي اللي كاين لافامي، تهلاو يا فلوسكم تاع فلوغ جديد ان شاء الله، وما تنساوش ديروا جيم بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم لاباج في الفيسبوك، ابوناو في لاشين الا كنتو جداد، وما تنساوش حطوا لي في لي كومونتير اشنا هو السوجي علاش بغيتونا ندويو في الفلوغ الجاي، وسلموا لي على هاد الدري هذا في لي كومونتير، تهلاو لي فيه في لي كومونتير، راه عطاكم معلومات والله العظيم الا عطاكم معلومات واعرين. بغيت شي معلومات نهضر معاه في الخاص، نهضر معاه في كذا، مرحبا حمزة الطهراوي، باج ديال حمزة الطهراوي. صحة بوي. What I see.